Honorés d'avoir aujourd'hui parmi nous un peintre mondialement connu. Ceci est la dernière œuvre du docteur Sherif Kamel qui a été vendue. Comme nous le savons tous, le docteur Sherif Kamel est un peintre. Sherif Kamel نزل مصر يعني احتمال كبير قوي يحن البلد ويقرر ما يرجعش فرنسا تاني. Sherif risque de ne pas honorer ses engagements. Voilà, c'est ça le problème. Au docteur Sherif Kamel. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très heureux. أنا هتكلم بقى بالعربي. إحنا لما بنجتمع هنا في المركز المصري الفرنسي الثقافي دايماً بنحب نسمع بعض وبنتكلم بالعربي. وبشكر لوجين طبعاً إن هي قررت تعمل احتفالية بقراري للاعتزال الفن والرسم. أنا يعني يمكن اللوحات اللي هنا كلها اتباعت، لكن في كادر فاضي عليه إمضتي، مفروض إن ده تبقى اللوحة الأخيرة ليا. هرسمها في مصر لو قررت ان انا ارسم تاني. يعني ليه في مصر؟ اول لوحه رسمتها في حياتي كانت في مصر. قلت لو هرسم تاني تبقى اللوحه الاخيره ايضا في مصر. مصر وحشتني قوي. ابيانتو اوكي اي ميرسي بوكو. حضرات الزاده رفع حضرات الزاده بوسه معينين تعالوا نعيش ونستمتع بنتي فرحه الباشا والتعب اسمي ما والتعب اسمي خد معاك في طريقك بس. ايوه ما انا واخدك معايا. ما انا واخدك فين؟ رايح فين؟ انا قدام شويه بس كده. قدام شويه؟ اه من سكتك. سكتك؟ اه. شارب ولا حاجه؟ اه حاجه. اتفضلي اتفضلي. تعالي تعالي. خد يا ابني. تعالي يا حاج. خد هاجي ليه؟ انت بتجري بالتاكسي ولا ايه؟ تعبان عليك يا ابني. التاكسي بيموت يا حب. التاكسي بيموت. وانت منين اصلا بقى؟ من المنصورة. لا والنبي. طبعا.
عشان كده وشك بتمسك مش العكس. حبيبي ربنا ما شاء الله يعني. تاكسي خد ولا ولا يا باشا يا ابني. ميت مرة أقول لك ما تجريش على السلم. عدو إيه؟ ما تنسيش تاكلي كل السندوتشات بتاعتك. أوكي. ها؟ وبطلي رغي مع اللي جنبك. مش عايزة كل يوم شكوى. يا بنتي قلت لك مليون مرة ما تجريش حقع. سارة. فين البوصة بتاعت نور؟ صباح الخير. سلام. باي. أيوة يا مستر شوقي. ربع ساعة بالظبط وهكون عند حضرتك. إن شاء الله. مسافة الطريق والله. الله حافظ. بس حلو الابيض على فكره. الجديد جديد يا حماده. اه. هو اللي شغاله محمد حسين. خلينا احنا عم في الابيض والاسود زمن التاكسي الجميل. ربنا يكرمك. يلا. صباحك ورد. قشطه. قشطه. محمد حسين عمل معاه ورد. حنا. صباح الفل حماده النهار ابيض. معقول ابو نور؟ بعد قشطه. حضرتك قشطه يا ريس. يلا صباح ورد يا ريس. بتاعك ورد ان شاء الله. زلبايه. نعم. هموت في زلبايه. هتموت في زلبايه؟ ايه الزلبايه دي؟ زلبايه عايز استروكس. عايز استروكس؟ اه. يا فتح علي مرزاه يا كريم. عايز استروكس. يا عم ده شويه على الصبح طيب والسلاح ده بقى. مش عايز يفتح ليه؟ اهو هات. اهي. اهي اتفضل. انت صايع بقى. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ايمان. صباح الخير يا استاذ حسن. عايزك تطلع دلوقتي حالا على العين السخنه هتجيب مستر توفيق وكلم مص علي خليه يجيب الفوج الجديد بسرعه. لص علي راح الغردقه على حسب معرفتي يا استاذ ايمان ولص ابراهيم لسه عيان. الله امال مين فاضي؟ مفيش ولا سواق فاضي كله ركب خط سير. طب روحوا دلوقتي وانا هتصرف يلا بسرعه. اوكي. ولا بتركنه في الدولاب ولا ايه في ليلتك السودة دي؟ لا ده انا ممل شويه. مململ؟ عايز استروكس. ها وصلنا. وصلنا مدان استروكس نفسه. رخصك. رخصك يا ابني. خلص يا عم عايزين هات الرخص. يا ابني بكلمك انت. لا مؤاخذة يا باشا طولي دماغي من الصبح وخد في حوارات يمين وشمال. رايح فين ده؟ ده هوديه ميدان استروكس. نعم يا اخويا ميدان ايه؟ والله هو اللي بيقول اساله سعادتك. رايح فين يالا؟ استروكس يا باشا. استروكس يا باشا؟ نعم. بتاعتك يالا. اتفضل يا باشا. يخرب بيتك. انزل يالا هاتوه. قول لحنان كل اللي انا بجيب اسبلفايه ليا واسبلفايه ليك. حنان كل اسبلفايه؟ اه. وهاتوا لكم انتوا الاثنين اسبلفين مع بعض. هجيب لك اسبلفايه معايا؟ لا انا لابس اسبلف. اطلع يا ابني خد شاكين يا باشا. يلا. طب البونديره سعادتك. يلا طب اصلح المرايه دي. حاضر يا باشا. يلا ده انا لسه معلش العربيه خافت بس. طب يلا صلاه النبي. وسع له يا ابني. يلا شاكين يا باشا. ما تنساش. حاضر يا باشا هصلحها والله لسه حد خبطها لي معلش. انا عارف انها صيانه وامن ومتانه يعني. محتاجين كراسي زياده. العدد زاد والبروجيكتور فيه مشكلة عايزك تحلها لي وبسرعة. هبقى اكلمك بعدين اطمن. باي. لا يا فندم انت عارف انا مش بتاع عزيز انا حاطينهم كله. لا اطمن جدا. ايه يعني ايه الاخبار؟ كله تمام يا فندم ما فاضلش غير حاجة واحدة بس مش عارفة اتصرف فيها. ايه خير؟ كل السواقين مشغولين ما فيش أي حد يجي معايا المطار. اتصرفي يا أمان أي حد من عندنا ما جرش يطلع. اتصرف ازاي يا فندم كل السواقين مشغولين في المؤتمر حتى اللي في إجازة بعت جبتهم حتى عم إبراهيم العيان لو كنت أقدر أجيبه كنت جبته. ما تشغليش دماغي يا أمان أي كريم أو أوبر يطلع يجيبه من المطار. معقولة يا فندم هنروح المطار نجيب فنان عالمي زي ده بكريم؟ يا إيمان بصي خلي سواق الأوبر يسيب العربية عندنا في الجراج وياخد عربية من بتاعة الأوتيل ويطلع يجيبه ويجي. يلا حاضر. قبل ما أنسى قبل ما يطلع المطار تجيبيه وتجيلي المكتب مفهوم؟ حاضر. أيوة يا فندم. لا يا فندم أنت عارف أنا مش بتاع عزية أنا حاصلهم كله. اتفضلوا حالا هاتولي سواق من تحت الأرض. الله منورها يا قطة. ميرسي يا حياتي. اسمع بقى من النقطة دي. قول. قال بيقول لك مرة واحد موظف قال للمدير بتاعه ممكن ما يجيش الشغل بكرة؟ قال لمديره عشان إيه؟ قال له عشان خاطري. عسل والله عسل. انت ما قلتليش
هو اسم الوحش ايه؟ انا محمد حسين، بدلوني بيقولي حماده. حماده؟ ايوه. كان قلبي انفتحني. سلامة قلبك. لو تسمعوا بيقول ايه؟ ايه؟ بيقول ضم ضم ضم. طب ضم انت ايدك بقى على الفلوس بتاعت المندير او الدالي. طيب تعالي لي الساعه 1 بالليل وانا هبصيت. واحده في خدها خدها يا مره. لا ما تاخرش. واحده بالليل فين؟ حاجه 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 ده اخويا. هو انت شايفني ستك؟ ولا ستك ولا نينا. اديني البندره بتاعتي. ما انا قلت لك بالليل. مفيش بالليل، اقف هنا. هتديني البندره بتاعتي دلوقتي هجي لك بالليل. مش هتديني البندره؟ لا هتطلع الشفت ولا هجي لك بالليل. واصله ولا عايزه مواصله؟ خد وصل يا زموصلة. ده انت بوس فقر. بوس فقر بوس جزمة. المهم ان خدت المنديرة. سلامة شاكيرة. شاكيرة جدك القرف. ما عندكش نظر وبوظتلي شغلي. اهو سواق اهو. صباح الخير يا باشمهندس. عفوا يا باشمهندس، مؤاخذة، انا عارف ان الركنة هنا بتاعت الابيض اسود ممنوعة. اوبر ولا كريم؟ اوبر ولا كريم؟ لا محمد حسين. فاضي؟ هو انا ورايا حاجه غير ان انا فاضي يا باشا؟ اومر مدير الفندق عايزك في مشوار. مدير الفندق نفسه؟ 350 جنيه. طب اجي اتفاهم معاه لوحدك كده. يلا يلا. قلت لك اسكت خلاص ما تتكلمش خالص. نتفاهم معاه. يلا يلا. طب يلا بينا. طب اطلع على باب الفندق ولا اروح فين؟ استنى فين؟ لا لا انت انزل في الجراج تحت عبان ما نبلغه ونجي لك. اوعى بقول لك ما تتكلمش خالص. ها انا اللي هتكلم. حاضر حاضر تمام يا فندم. السواق اللي سيادتك طلبتيه يا فندم تحت يا فندم منتظر في جراج اسمه محمد حسين. ايوه كده. وما طلعتوش على هنا ليه؟ الو فين السواق يا ايمان؟ اي يا فندم، اتفضلوا على بوابه الامن. منكوبه والله منكوبه. ولا ليكي في السياح. ايه المنجايه اللي جايه دي؟ انت انا؟ ايوه انت. اموريني. انت محمد حسين؟ اه انا محمد حسين. دلعوني بحماده. انت بقى هتدلعيني بايه؟ افندم هتدلعيني بايه؟ انا ما قلتش هتدلعيني بايه. امال قلت ايه؟ قلت هتندهيني بايه. ممكن لو سمحت تبطل اسلوبك البذيء ده. بذيء ايه وفيونكا ايه؟ انت مين اصلا؟ انا الاستاذ ايمان اللي بعت خليهم يجيبوك عشان تشتغل هنا. اهدى. طيب انا ما اعرفش كل اللي حصل وانا مش موجود. اتفضل يلا تعالى ورايا. يا ريت. ايه؟ ايه يا ريت دي؟ انا ما قلتش يا ريت. امال قلت ايه؟ انا قلت انا جيت. اتفضل يلا تعالى ورايا. صلاة النبي. قط جبل شارد. وبعدين بقى ايه قط جبل شارد دي؟ انا ما قلتش قط جبل شارد. امال قلت ايه؟ انا قلت هقط شنب جامد عشان الوظيفه. يعني مش دي وظيفه؟ لازم اقط. اتفضل يلا تعالى ورايا. مين ده يا ايمان؟ محمد حسين السواق الجديد يا فندم. اسمك ايه يا ابني؟ فضل شاكر. نعم. قالت لك محمد حسين يا باشا. طب سوق؟ لا مش من دسوق. بتعرف تسوق؟ لا لا طبعا بعرف اسوق. رخصه؟ معاك رخصه سواقه؟ انا اول مره اسمع الوقت. اه طبعا معروف السواق. ما بسوق كده سعادتك. من عليك غلباوي. والله لا غلباوي ولا زملكاوي. ما بشجعش الكوره انا. ايمان خد الراجل ده من قدامي. يلبس بدلة عم ابراهيم ويستنى بره الاوتيل جنب العربية. يا مستر شوقي لسه مبلغيني دلوقتي ان الشيف كمال مش عايز يطلع من الصاله الفي اي بي. عايز ينزل وسط الناس. لا يا فندم مفيش حد بيضحك. انا مش عارف يا دي بدلة عم ابراهيم ولا ده الصوان بتاعه. هي بصراحه كبيره عليك حبتين بس معلش اهو يوم وهيعدي. قولي لي بقى امان باشا احنا رايحين نجيب مين؟ احنا رايحين نجيب اهم رسام عالمي في اوروبا. هو مولود في مصر بس جاي هو وبنته بعد رحله نجاح وكفاح 37 سنه لحد ما بقى الدكتور شريف كمال وقرر يرجع مصر النهارده. وراجع ليه بقى؟ ممكن تقول حاله حنين. وحنين عامله ايه دلوقتي؟ لو سمحت ممكن تصوم وانت ساكت. حاضر. الله حلو قوي ريحه البرفيون ده. اسمه ايه؟ خليك حلو. اسم جديد برضه. في منه رجالي؟ لا 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 مش ممكن مش ممكن. لا والله بجد مفيش منه خالص كده. هو انت ايه؟ ما بتسكتش؟ اسكت افصل سوق وانت ساكت. حاضر.
شريف كمان شريف كمان شريف كمان يلا يا جدعان شريف كمان ايوه 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 شريف كمان ايوه 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 انا ايوه يا حاج شريف كمان شريف انا شريف زفت انا مش عايز شريف زفت انا عايز شريف كمال انا شريف كمال اللي من فرنسا الله باشا شريف كمال اللي من فرنسا استاذ ايمان ايمان باشا شريف كمال من فرنسا اهلا وسهلا يا فندم حضرتك نورت مصر والله الله يخليك انا ايمان منصور مندوبه من الاوتيل اللي حضرتك هتشرف فيه اهلا وسهلا بنتي لوجين اهلا وسهلا يا فندم حضرتك نورت ايه يا شريف هنقعد كتير واقفين ولا ايه لا 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 ابدا مش تعرفين على المسيو المسيو محمد حسين يا فندم دلوني بحماده شكرا انا عايز الشنطه بتاعتي الصغيره حاضر الشنطه الصغيره اتفضل يا باشا وحقن الانسولين اللي باخده اتفضل ايه ده ايه ده ايه ده مش ده تمثال رمسيس اللي كان عند محطه مصر لا ده تقليد يا باشا فيتي كوبي يعني لزوم السياحه لزوم السياحه يوم يهدي ظهره للي جاي من المطار ولا المفروض يستقبل السواح بوشه والله هو مدي ظهره للداخلين البلد يا تقدر تقول واخد حذره تمويه يعني انما بقى اللي يجي خارج منها يلاقي رمسيس واقف له يعني قد تكون سياسه بلد مثلا لندغ الارهاب لا حبيبي مصر طول عمرها محروسة يا ما جاء عليها ناس وراحوا وهي على طول مصر دي أم الدنيا بلد المعز بلد المعز أم المصريين وأم الخلول أم الخلول؟ مصر أم الخلول؟ طبعا أم الخلول من قديم الأزل إحنا أقدم أمة في الكون من أيام الملك فاروق لو سمحت ممكن تبطل كلامي وتركز في السواقة؟ ها؟ عشان انت كده قربت تفضحني سيديه براحته انا مبسوط قوي ان انا بسمع حد بيتكلم باللهجة المصرية اللي انا بحبها بص يا حبيبي ايوه الشنطة دي اللي بتجيب الفلوس ازاي بقى؟ دي فيها عدة ادوات الوشم بتاعتي فهمت انا كده بقى فهمت انا امان باشا كده بقى فهمت يعني حضرتك بقى كده غيرت من مهنة التنتو والرسم لتجارة المواشي مواشي؟ مش هو بيقول بتاجر في بيعمل المواشي الوقت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدكتور يقصد يعني ان هو طور من الرسم بتاعه خلاه وشم على الجسم خلاه وشم على الجسم يلا بقى هي نوايا اتفضل يا باشا الحمد لله على السلامة اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا شكرا اتفضل بس عايز اسأل سؤال يعني معلش يعني لا مؤاخذة يعني هل الرسم ده يعني لا مؤاخذة يعني شغلها بتكسب ولا في الفلنكاشي؟ ايه فلنكاشي دي؟ ايه فلنكاشي دي؟ فلنكاشي يعني هل هي بتجيب في الناس في اوروبا بيقدروا الفن التشكيلي خالص عارف انا اخر لوحه انا رسمتها اتعمل عليها مزاد عالمي اتباعت بكام؟ اكيد انت رسام عالمي مش اقل من 3-4000 جنيه اتباعت ب 35 مليون دولار لا والله الحقيقة أمان إيمان؟ الحقيقة يا أستاذ أمان بيقول لك 35 مليون دولار اتفضل يا باشا إيه اللي أنا شايفه ده؟ ده الراجل مش مركز مع أي حاجة غير مع الواد اللي أنت جبتيه ده اسمه إيه ده؟ ده إيه ساحر له ولا إيه؟ عنده قبول أتراكتف أتراكتف؟ طب إيه رأيك بقى شغله معايا خلص لغاية هنا؟ من بكرة هشوف صوابه ده اتفضلي اتفضل يا أستاذ أهو الله الله على النيل وحلاوته يا سلام وحشاني يا مصر وحشاني لوجين تعالي تعالي شوفي اجمل منظر موجود في العالم مش موجود الا في مصر تعالي تعالي بصي شريف ما تبقاش تتكلم المره الجايه مع حد غريب ما نعرفوش ده في الاخر حته سواق دمه خفيف وظريف وعجبني طب ايه دخل ظروفه انه يعرف تفاصيل عن دخلك وفلوسك دي فلوسك 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 مفيش فايده ما بتفكريش كده في الفلوس وبس طول عمرك ما بتفكريش في حاجه الا في الفلوس والماده يا بنت هنا مصر حاجه تانية هنا الناس عندها حاجات اهم من الفلوس انا فاهم دماغك كويس قوي انا من ساعه ما قلت لك ان انا ناوي ارجع مصر والموضوع ده تعبك قوي لا 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 مش قصدي لا انت ازاي تفكر كده ازاي يخطر على بالك حاجه زي كده شنو بنتك ومدير اعمالك بس الحقيقه لازم تتقال بقى كان اللوحه دي اولى انها تترسم في فرنسا قبل ما اموت يعني مش كده لا بعد الشر مش قصدي اكيد بص يا لوجين انا طول عمري بعاملك زي بنتي بالظبط
مش بنت مراتي. الله يرحمها كان نفسي يكون بيني وبينها أولاد، لكن اعتبرتك أنت بنتي وما قصرتش معاكي في أي حاجة. كان نفسي مرة تغلطي وتحسسيني فعلاً إن أنا زي أبوكي. ألو؟ أيوة. إيه؟ شنطة إيه؟ أيوة شنطة الوشمة طلعها لي. لا اديها لحمادة السواق اللي جابني، خليه يطلعها لي فوق. لا مؤاخذه يا باشا. اتفضل. اتفضل فين؟ ده لا عايز حاجه؟ اتفضل خش جوه. انا مش عايز اعمل مشاكل. بس عليه مفيش مشاكل ولا حاجه. تو ميكو جاميك. اشكرك انك جبت لي الشنطه بتاعتي ده، ميرسي خالص. خلصي بيه. نو مفيش حاجه اسمها نو. ميدان دوفوني تون امي. يلا معاك مو انفيت له. انفيت له. سيبك من البرطبه ده. انت بتتكلم ولا بتعمل ايه؟ المفروض ان انا مديره اعمالك وتحترم كلامي قدام الناس. دوشه. ده انت ما بتعبرنيش حتى بالناس. ده عين وحق جلال اللي ده عين. انت تتحرش بيا؟ نمتوش با اسباس دو كرابول. شوفيها. ولا يهمك ولا يهمك. سيبك من البرطمه دي. فين الشنطة؟ هيا يا باشا الشنطة. الله يخليك. مش عارف اقول لك، دي مهمة جدا في حياتي. طبعا. حطها هنا زي السنة. حاضر يا باشا. هتأتي فيها حياتي. معرفش دي ايه. يا خبر ابيض، دي كل حياتي فيها. لا مؤاخذة يا ناس، معلش معرفش هو انت قلت لي حطها هنا. معلش حطها. لا مؤاخذة يا باشا. حطها برفق مش كده. تأمرني بحاجة يا باشا؟ دي واحدة دي واحدة. تعالى تعالى بس تعالى خد 500 جنيه دول. اعمل بيهم اجيب بيهم ايه؟ لا ده حلاوه انك جبت لي الشنطه دي. لا والله. والله حلاوه الشنطه. ايوه ده نفسي تضيع وجبالك تاني. مروه عفوا يا ريس. ونادين عفوا حسين. ناجي مساء الفل حماده. بس انا فهمت طلبكم، خدوا الأرداف دي هترسمكم وتقرب العرسان منكم. طب ما بصيروا ما يشوفونا على طبيعتنا. يا ستي الضلمة ستارة، ابيض في النور ومفيش حاجة هتبان. لا يا عم ناجي، احنا عايزين نفضل كده على طبيعتنا أحلى. اسمعي بس يا بنت، أنا بظبطك. لا لا احنا كده أحلى. الحق عليا لو عاوز أعمل منكم ستات. يلا يا راجل يا ممحون. يلا يا ولاد الكلب يا زبالة. وناجي حبيبي. إيه يا عم؟ حبيبي. حبيبي حمادة. وحشني وحشني. إيه يا ناجي؟ انت اخي غاوي لعب عيال كده. بس دخلت عليه. دخلت. خوف. خوف. طب جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي دي والله. ده حقيقي عيني. ايوه كده. اعمل ايه بس يا حماده؟ حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم انك رحمه ربنا يا عم، انت واقف على رجلك في غيرك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من القعده على الرصيف. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. نكدت عليا. دي وظيفه الصديق بقى ما انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت ابن حلال مصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه اسمع بدي، انا هرشها. ماشي. للدرجه دي حلوه؟ مبهره مبهره. الرياضة يا ناجي. انت جايبها من تحت باطك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلب ريحه. ايه؟ ايه بقى؟ ملائكي. تصدق حلوه دي. عيب يا اخي. يلا الازازه هي يا سيدي. مش عارف ايه اللي حصل. هي بقول لك كانت عايزه نفس اليوم برضه. او الموسحه في نفس اليوم. تعرف نفس اليوم والله يا نفس اليوم. يلا صباح الفل. يا راجل بقى تصدق على فكره البنات كان عندها حق، انت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الازازه المعفنه. كنت فين النهارده انت؟ كنت فين؟ كاتب وميل وكتب منديل
اعرف اللي انت بتعمليه ده على المسا ده وعلى القصر ده. انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت؟ انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني، انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله، اقعد اقعد، ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش، بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتكلي على الله بقى. ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيه قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. اه بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لسه وكلاب. ايوه بالظبط لسه وكلاب، عارفه. برافو عليك. آه. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. آه. عشان بقى ايه؟ تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن. آه. هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ آه. عندها عينين عندي عينين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي سفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رايك ولا فيها اي حاجه زياده عني؟ إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة. نورماندي تو ترابتا تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ بصي بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي. بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيه؟ شحال ما كانش مقرب تحبنا من 28 سنة. ما أنا ديك قلتيها 28 سنة، يعني الحكم سقط. يا منى، وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين عواطلية مش لاقيين شغل. قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما احنا قاعدين فاضيين. اه الله يرحم ايام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونة وتقف على البلاعة عشان تشوفني. اقف على البلاعة على ديلي بقى ولا هعمل على عبلك شنبات انا؟ اقول بقى كده، قول اللي انت عايز تحلاني. ما مش مركب معزة جنب انا احلها. تمام، اللي انت شايفه يا حماد اعمله. صلى على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. شفتي فجأة؟ بصي فجأة. اللهم صل عليك يا نبي. اه والله وابور بتاع نجيلة فجأة اتحولتي. فجأة بتتحولي من رومانسية للحيوان الضب. كل ده إرادة تاكسي؟ اسمي يا نص باكو. ما شاء الله يا حميدة. العسل ده. شفت أنا عارف سكتك إزاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجأة. بصي. مش خسارة فيك الأكل اللي أنا عاملاهولك. ماشي يا ستي. يلا أنا هاخد الفروج وهسيب لك الكيكة. طب يلا. يلا. جاتك 60 كيكة. يلا لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجنبك بجنبك. بقول لك الحاسب بالبيت هيقع. الله يكرمك. الحاسب بقى خرجني. ضاعي بالجنب اهو. يلا سكي. فاضي يا اسطى؟ لا والله مستني فوق يا باني. مؤاخذه يا باشا، ده لبنان يا اسطى ولا العراق يا ريس؟ معلش في عطل في العربيه. بس ابو زهره حبابها وابولا مواليد سميحه وصباح وخالد واحمد واكرامي وهند وفاطمه، عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله الحمد لله. Bonjour, shérif. صباح الخير. T'as bien dormi hier soir? الحمد لله. Shérif. نعم. Je veux te parler d'un sujet très sérieux. تفضلي. أنا من ساعة ما وصلت هنا مش شايفة غير ناس غريبة، ناس مش من مستواك. أنا ما غصبتكيش إنك تيجي معايا، أنت اللي أصريتي إنك تيجي معايا مصر. مش عاجبك خروجاتي اتفضلي خدي عربية وروحي أي حتة أنت عايزاها. مش عاجبك مصر سافري. أنا بقى هقعد. أنا جاي هنا عشان أعيش الذكريات الحلوة اللي أنا عشتها في بلدي. أوكي. كون تو. بون جورني. صباح الخير. صباح النور يا فن. صباح الخير يا دكتور. اتفضل العربية جاهزة. حمادة جه؟ حمادة؟
حمادة مين؟ حمادة محمد حسين السواق اللي كان معانا امبارح، مش ده سواق عندكم في الاوتيل؟ اه يا فندم، هو سواق عندنا في الاوتيل. خلاص انا عاوز السواق ده والعربيه دي، يبقى هما اللي معايا على طول. حاضر يا فندم، انا هغير السكادجول بتاع السواقين وهيكون معاك النهارده ان شاء الله. شكرا. بعد اذن. محمد حسين، اجيبه منين دلوقتي؟ محمد حسين اعمل ايه انا في اليوم اللي مش عايز يعدي؟ الحقني يا مستر شوقي. في ايه يا ايمن؟ انت على طول تخضيني كده. الدكتور شريف عايز محمد حسين ومصر عليه. مين محمد حسين؟ السواق اللي كان معانا امبارح. يا سلام، امبارح كان مانجيجو والنهارده مصر عليه؟ بقوا اصحابي امتى دول؟ اتصرف يا ايمن اتصرف، انا مش فاضي. يا جرح. فاضي يا اسطى؟ يا جرح اتفضلي يا حاجه، اتفضلي اتفضلي. الو الو، صباح الفل يا ايمن باشا. ده ايه الصباح الجميل ده؟ لا 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 لا، انا هنا جنب الاوتيل. اجيلك. يلا يا ننوس. لحظه واحده يا ايمن باشا. خلص يا ننوس. انزلي يا حاجه، يلا انزلي انزلي، البطاريه نايمه، يلا انزلي. نايمه يا مزهوك، ده انت اللي نايم. الله، انت وليه قلت لي انت حاجه؟ ايه يا حاج؟ اقول لك ايه، ما تكترش يا حبيبي وتعالى وديني مدينه طقس. يلا يا حاج انزلي انزلي. يلا يومك يا عدي وديني مدينه طقس. هتعمل ايه في مدينه نصر؟ هتمسحي هناك؟ اقول لك ايه، ما تكترش وديني عباس العقاد. يا ولاد عباس العقاد ايه؟ انت اللي زيك روح عباس الحداد مش العقاد. ايه يعني مش هتركب لي ولا ايه؟ اركب توك توك في تاكس. انزلي يلا. توك توك انا هوريك التوك توك ده عين امك. وريني يا عين خالتك. هتعملي ايه بقى؟ ايه بقى؟ انا مش عايز توديني ليه؟ بص انت قد ابويا ومش عايز امد ايدي عليك. ابوك ايه؟ انا هوريك انا مين. الله يلا. ايه يا بنتي؟ لا ينايم حالك. ينايم حالي؟ ما هو نايم لوحده. يا ناصر يا مان، عليك مره بربور على موسخه. لا لا مش انت يا مان باشا. انت فين يا بن ادم؟ دي العربيه بتاعت امبارح وده المفتاح بتاعها كده. يا دي عربيه الاستاذ ايمن مش كده؟ دي عربيه الاستاذ ايمن. روح انت بقى سعادتك. اتفضل. أنا كمان حبيتك من ساعة ما شفتك في الجراج. وأنا كمان حبيتك من أول يوم شفتك في الجراج. وأنا حبيت سياس الجراج. بتخني يا حمادة؟ مين زي؟ ده الجراج. جراج؟ تعال أركن. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بتعمله في عربيتي ده يا بني آدم؟ هي دي عربية حضرتك ولا ايه؟ عربية حضرتي. انا والله بفكرها العربية بتاعت الشركة، ما خدتش بالي خالص والله، بتاعت الاوتيل قصدي. حقك عليا. لا ما هو كده ما يصحش خالص على فكرة. ايوه حاضر، خلاص انا قلت لحضرتك حاضر. اعمل ايه؟ اكتب كتابي عليها يعني عشان خاطر اصلح غلطتي؟ حضر نفسك يلا. طب عم ابراهيم فين؟ مش المفروض ان كان اجازته بتنتهي امبارح ويجي هو النهاردة؟ عم ابراهيم توفى. لا والله توفى كده؟ ده انا ما شفتوش. لا اله الا الله. طب وانت هتدوني البدله بتاعته بقى ولا كفن ولا هتعملوا ايه معايا؟ مش فاهم انا. هنشوف لك بدله على مقاسك. اتفضل يا استاذ زينب. ميرسي يا حماد. عجبتك؟ عجبتك؟ عجبتني ايه؟ دي الريحه المهببه دي؟ هو انت غسلت العربيه بايه؟ الظاهر انها غسلتها بعربيه، غسلتها بحاجه مش الصابون مش حلو. بايه؟ ايه ده انت بتعيط ليه؟ لا ابدا، بس فرحان بالوظيفه. هي 10 ثواني بس وهتبقى زي الفل ان شاء الله.
ايه يا حماده ده؟ ايه الريحه الفظيعه دي؟ ايه ده؟ لا يا استاذ دار، غسلت العربيه بصابون ريحته مش كويسه. الله 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 على مصر وهوا مصر وجو مصر. يا سلام، انا عايز اعبي صدر كده بهوا مصر. عبي يا باشا، الحاجه الوحيده اللي ببلاش. هو انت لازم تتفلسف، بطل في الحسن. في الحسن اوامر الباشا. هات لنا ثلاثه شاي. لا انا اشرب حاجه ساقعه. وحضرتك شاي؟ اتنين شاي واحد حاجه ساقعه. عندك اتنين يا مسهرني وواحد دارت الايام بسرعه. الفكره دمه تقيل قوي الواد ده. مش هنتغدى ولا يا باشا؟ وانت ايه ما بتشبعش؟ ده كان سندوتش على الماجد. القهوه دي فيها حاجه غريبه قوي. يعني ايه احنا في عز النهار شباب قاعد مفروض يبقى في دراسه في جامعه، ورجاله قاعدين مفروض يبقوا في شغل مثلا، لا شغلانه ولا مشغله، وفي عز النهار في ايه؟ حبوا بعض يا باشا، حبوا بعض بقى في عشره. عشره؟ ولو حضرتك جيت كمان سنتين هتلاقيهم قاعدين نفس القعده. لا 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 والله البلد اتغيرت قوي، كل الحاجات اتغيرت بقى، في المحور والدائري وفي حاجات ما. ممكن يا محمد يا حسين توفر ثقافتك دي لنفسك وتسيب الاستاذ يستمتع بقعدته؟ انا مش برسي على حال الناس، 37 سنه غايب عن البلد. يا عم بقول لك الماتش متباع، امال انت فاكر ايه؟ كانت قادره تشيل نفسها يا عم. تبطل الصنه المشروخه دي، وانت كل شويه تعمل الحدوته وتشارع على صفحتك الوسخه. صدق مفيش اوسخ منك انت. ايه ده هم بيتخانقوا ليه؟ لا لا ما تخانقوش، ده حوار عادي، مصر كلها بتتكلم كده دلوقتي. بالصوت العالي ده؟ اه طبعا، مش سامعين بعض. على ابو حسابها يا ابو الصحاب. شيريو. شيرين. شيرين. ايش يا ابو دكتور؟ وب وب، ده انت هتتبسط قوي، انت لسه شفت حاجه؟ عارف يا حماده؟ انا لما سبت مصر كان التعداد 20 مليون. 20 مليون ايه في الشهر ولا في ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه زياده السكان اللي بتحصل دي؟ الكهرباء بتقطع كتير. ايه علاقه الكهرباء بالاستعداد؟ بص يا باشا، الكهرباء لما بتقطع هم بروحهم ايه؟ واخدين بعضهم ويخشوا يناموا. بيتقابلوا مع بعض في لحظه حلوه. اللحظه دي الحاجه الوحيده اللي موجوده في قلب بيتهم من غير فلوس. فبيعيشوا لحظة حلوة على حسابهم من غير ما يدفعوا مليم. لا 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 حمادة، حمادة البلد دي عشان تقف على رجليها عارف عايزها ايه؟ رجل صناعي. لا. أمال ايه؟ عايزة ناس بيحبوها زيك وزي العيال الصيع اللي في الشارع دي، عارف دي في أوروبا كانوا ضربوهم بالنار. بالراحة بس يا باشا، بالراحة شوية، ضربوهم بالنار، هاند بريك شوية. ضربوهم بالنار ليه؟ الناس دي يا باشا أهاليهم وأكلها متغمزة جوه مغطية بالهوا، الواحد منهم بيخلف عيل واتنين وتلاتة وأربعة ليه؟ تفتكر يعني عشان خاطر يبقى في عزوة وأنا ياما هنا وياما هناك وأوعى؟ لا، تعليم نظارات وأدب وأخلاق برضه ما ياكلش، إنما بيخلف عيل واتنين وتلاتة عشان خاطر ينزلوا يصرفوا عليه وياكلوه.
انت بس مش شايفهم عشان مش عايش عيشتهم ولا شايف دنيتهم. انا مش شايف دنيتهم، انا ما عشتش عيشتهم. اهدى بس بالراحه، مرفوض انا كده ولا ايه؟ 12 الظهر تكون عندي هنا، فاهم؟ حاضر يا باشا. شيرين؟ شيرين مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. الله، ده قصيني الباشا. الباشا قصيني. ولاد امي لسه جاي دلوقتي من اسكندريه. اوعى كنت بتروح قضيه. لسه راجع من اسكندريه دلوقتي. اسكندريه؟ طب كنت خرجني وخلي المصيف عليا. انا قلت لك انا عايز اصيف، انا ما بعرفش اعوم. انا هخليك تغرق في دمك بقى. هودة ارمي سلاحك عمودة. حمادة؟ العقل يا حمادة، العقل يا ابن خالتي. احنا جيران. ايه؟ 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 انت بترفع السلاح على ابن خالتي؟ عيب. مفيش جيران يرفعوا سلاح على بعضيهم. عيب. السلاح ما يترفعش على الجيران حتى لو كانوا من اليابان. ولو كانوا من ارض النعام. ياخد البيض وينام. ايه؟ في ايه اللي حصل؟ ها؟ ليك حق هتاخده. احنا لينا حق طبعا مش هناخده. عشان خاطرك يا حماده يرضيك يبقى واخد 1000 بلبل عشان يحضر وفي الاخر ما يجيش. 1000 بلبل؟ اه. فين البلابل بتاعته يا بلابل؟ ايه يا حماده؟ فين البلابل؟ ياض خلينا نخلص، انت مش بتاكلوا في العصافير انتوا الاثنين؟ عصافير يا حماده؟ مش المشكله دي بينكم وبين بعض عشان بلابل وعصافير؟ بلابل يا حماده، جنيهات. الباشا واخد 1000 بلبل عشان يحضر الجلسه وفي الاخر ما جاش. اه 1000 بلبل يعني 1000 جنيه. اه. طب وطلباتك؟ الألف بلبل. أنت عايز الألف حتة واحدة؟ عايز الألف حتة واحدة ويعوض ربنا عليا في الحبسة. ماشي، تشكر ومردودة لك. اتفضل. اتفضل يا عم. إيه يا حمادة في إيه؟ ونحلقها منك ولا من أختك ولا من عمتي ولا من العيشة ولا من القرف ولا من إيه؟ مش فاهم أنا. في إيه؟ أنت فين؟ أنا اللي مجرني على باب كل حاجة أنا. الله. في إيه طيب؟ هات الألف بلبل اللي أنت خدتهم منه، 1000 جنيه. معلش أنا 800 بلبل. 800 بلبل؟ اه. يا انت مش لسه راجع من قلب القضيه وقضيه متريشه وزي الفل، ايه اللي حصل؟ فين الفلوس؟ متريش يا حماده؟ ده الراجل خد اعدام. مين؟ المحامي؟ لا، الراجل اللي كنت بترافع عنه في القضيه. الله يخرب بيتك على سنينك السوداء بوشك اللي انت قاعد عليه ده. اه. هات هات ال 800. والله. حموده. يا حماده. خمسه يا زميل. 800 بلبل. 800 بلبل؟ اه. وال 200 بلبل؟ اسألني فيهم بكرة. باختصار الموضوع هيبقى معاك. معايا أنا؟ اه، الحوار كله. طب روح الله يسهل لك. روح! تبرر له كده ليه؟ لا، بوري له بس العين الحمراء. الحمراء؟ لا، بوري له العين السخنة. وبطلطش عليه ميه يا حمودة أبو سعدة. جنش! أنا متهيألي ليه عندك 600 جنيه؟ مبسوط انت من طرطشه الميه دي؟ والله انا سكت له عشانك انت حماده. دمر مطك ياض. بس انا هاخد حقي بالقانون. هتاخد ايه؟ حقي بالقانون. اطلع 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 إيه؟ اسماعيل. طيب. اقعد في اي دهب او اي درج. طيب طيب. اطلع. حماده. يا باشا. ده بيتي القديم. انا اتربيت هنا في الحته دي، في الحاره دي. ياه. حتى البيوت بتعجز زي البني ادمين. عارفه عارفه يا ايمان؟ ايوه. شايفه الباب الخشب ده؟ شايفاه. ابويا بقى كان يقفله بالمفتاح عشان ما اخرجش العب. انا اعمل ايه؟ انط من الطاقه الصغيره. اول ما العيال صحابي يصفروني انزل العب الكره الشراب معاهم في الحته دي ازاي؟ من فضلك ممكن تاخدي لي صوره كده مع الذكريات دي؟ يا بس كده من عينيا، بس استاذن بقى حضرتك تيجي تقف ورا الباب ده عشان اجيب لحضرتك بقى ذكرياتك القديمه. هنا؟ يلا. عارف يا باشا انت عايز صوره ازاي؟ وحضرتك بتنط من الفتحه بتاعت مجرى العيون دي. تليفون حضرتك بيرن. هلو؟ وي لوجين. نو 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 جي سويت تري كونتون ايسي. وي. مش صغير عليك دي يا اونكل ولا ايه؟ عدى يا عم. انت بتديه بالقلم؟ ماشي، انا اوريك مين ابن ام حسن. فرجني مين ام حسن؟ اجري هات لي ام حسن. ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا مش عايزين مشاكل، انت مش شايف الواد شكله صايع ازاي؟ انت مش شايفاه بيلقح عليكي بكلام ازاي؟ على فكره مش بيلقح عليا لوحدي، بيلقح عليا انا والدكتور شريف. ما يهمنيش في حاجه دكتور شريف. ماشي، يلا. اتفضل يا باشا. شكرا. اهو هو ده
السبع اللي شاف نفسه عليا. استنى يا حماده. بيستغرق وبيديني من القلم وانت من الناس. هو ده؟ اه هو ده. تعالى يا حماده مش عايزين مشاكل. خشوا انتوا العربيه بقى. معلش اسمع كلامها. ارجع يا حماده مش عايزين مشاكل. ايه ده ايه ده؟ يا عم انت عايز ترقص معايا ولا ايه؟ انت طلع اسمك حماده. انت ايه بتندغ سنانك ولا ايه؟ واللي حقيقي ايه يا رايق؟ ما تقوليش يا رايق. ليه؟ عشان بتضايق. لا الف سلامه ما اقدرش اضايقك. ده انت شاي بقى يا حماده. اه شاي. شاي ومن الزرايب وماليش قرايب. الله يرحمه. واي منطقه دبها برجلي ترابها يا شاي جزمتي. والوحشي منين؟ عزبه ابو قليطه. هو الوحشي منين؟ تاني انت فاقد الذاكره ولا بتعيد الخناقه من الاول؟ لا فاقد الذاكره. لا ارجع لرشدك بقى. حماده ارجع. هات له كرتون البيض. ارجع يا حماده. يلا يلا عايزين مشاكل. لحظه وجاي اعلم عليهم. ارجع يا حماده مش عايزين مشاكل. ملخ مش اكتر يعني. ما بلاش الكلام الفارغ بتاعك والتخلف ده. لازم نعمل اشعه ونتاكد انه مش كسر. حاضر. ورايا. ما وراك اهو. ما تيجي نمشي احنا. لا يلا لازم ندخل. مش عارف انا بس. والله يا جماعه ده ملخ. تعالى بقى اقعد هنا واستريح. حاضر. الحمد لله ان هي جت على قد كده. الحمد لله قوي. ميرسي قوي يا حماده على اللي انت عملته معايا. ايه ما تشكرنيش على حاجه. كفايه دي حكايتك اللي بتنور ضلمه القلب وترجع له دقاته. ايه الكلام الفارغ اللي فيها الحمدها؟ فيها شيء باشا بس. مش لاقي دكتور يكشف عليك. ايه الدوشه دي؟ فيها حاجه بتزعل ايه؟ في حد يجي يقول المريض ده فيه ايه؟ طب ما بالراحه شويه يا حاج بالراحه. في عيالين هنا في المستشفى. ايه؟ مفيش حد يجي يشوف المريض فيه ايه؟ يلا بدل ما يكرتني على قفاه وانا قاعد يا باشا. الله يسلمك يا باشا. وشريف باشا زعلان ليه؟ امال لو شاف مستشفى الحميات هيعمل ايه؟ هو انت مش ناوي تلم لسانك؟ لسانك بقى عامل زي المبرد. انا مش برسيه على حال الناس. عايز حاجه يا حماده؟ يعني كنت عايز اسال كده ان انا خلاص يعني اخر يوم ليا ده النهارده هنا. مش هشوفك تاني؟ يعني مش هشتغل تاني يعني؟ لا يا سيدي. دكتور شريف عايزك السواق معاه على طول. لا والله. ايوه والله. يعني هشوفك تاني. هشتغل الشغل تاني يعني ونجو. رفيق. الو. ايوه يا رفيق. بنتي هاخدها. اقسم بالله لو ما بعدت عني وعن بنتي هتشوف انا هعمل ايه. وبعدين انت ايه؟ كل شويه تتصل بيا تهددني. بنتي هتفضل في حضانتي. وانا عندي بيتك دلوقتي. لو لمست شعره واحده من بنتي او ماما حصل لها اي حاجه انا مش هرحمك. صدقت خطيبتك انت مش هتشوفيها تاني. ايه؟ ومعايا حكم المحكمه وتنفيذ الاحكام واقف معايا دلوقتي قدام باب بيتك. طب انا جايه لك دلوقتي حالا. كويس ان انت لسه هنا. وديني عند عربيتي. طب مش هتسوقي كده؟ انا حاجه اوصلك انا. مش هينفع مش هينفع تيجي معايا. اوصلك مات الكلام. اركبي. على مات. ساعد مويك بقى وظبطي نفسك. حاضر. ظبطي نفسك مفيش اي حاجه حصل. حاضر. احنا وصلنا مش هو ده المكان؟ ايوه. يلا وزي ما قلت لك ها البنت ما تعرفيش عنها حاجه. يلا انزلي. حاضر. يلا تقلقيش. ايه ده؟ ايه الزحمه دي؟ ايه الشوشره اللي قدام البيت دي؟
ممكن اعرف ايه اللي بيحصل؟ احنا من تنفيذ الاحكام وجايين ناخد صلب موجب الحكم اللي مع رفيق بيه. الشوشره دي كلها عشان البنت مش موجوده، ما اعرفش هي فين. لما تبقوا تلاقوها بخدوها. يا ايمان المشروع اصلحتك اللي بتعمليه فين البنت؟ قلت لك ما اعرفش، ولو سالتني تاني هقول لك ما اعرفش. هو احنا مش خلاص اتطلقنا؟ بتسال عليها باي عين؟ ساره بنتي وهتفضل معايا خلاص. من باشا، من باشا سعادتك، معلش انا اسف يعني. سعادتك قلت لي اخد ساره من الدرس في المهندسين اوديها الزمالك، ولا اخدها من الزمالك اوديها المهندسين؟ ايه حاجه قبل حاجه، معلش دماغي اصلا ورقه مش لاقيها وراحت مني. اهي وريني الورقه دي، وريني ايدك يا بلطجه ولا ايه؟ اهدى شويه، البيب اطلقها. الله ما طلقها يعني، ملوش صفه ولا عازه. طب هات الورقه دي. الورقه ايه؟ اهي. انت بتعمل ايه؟ اهو باكل اهو. ايه ده؟ صدق انا شايف العنوان. هزوم منهم واجيلي. حضر الحاجة وبنتك واستنيني قدام الباب. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ حرام عليك، انا ما كنتش موافقة على الجوازة دي من الاول. يلا يلا يا حاج. انا ما كنتش موافقه. ايوه انا عارف يا ماما الكلام ده. دلوقتي عملت ايه؟ ما انا هقول لك اهو. قول لي عملت ايه. هتوقعيني في الليله السوداء. حاضر تعال تعال يا استغفر الله العظيم. اتفضلي يا حاج اتفضلي. والله يا ابني ما كنت موافقه. والله انا على نصيب بقى. تعمل ايه نصيب؟ معلش اتفضلي اقعدي، خلي الحاجه تسكت شويه في الليله اللي احنا فيها دي. بقول لك يا ايمان باشا، يعني احنا النهارده حليناها كده يعني. طب وبكره ولا بعده ولا بعده هتعملي ايه يعني؟ مش عارفه. لا حل كويس على فكره. ممكن توصلني عند واحده صاحبتي، هستنى عندها انا وماما. طب صاحبتك دي امان يعني ولا ايه؟ امان، حالها من حالي لوحدها. مش لوحدك. معاكي طبعا ربنا والحاجه وساره وانا. محتاجه اي حاجه يعني ليش؟ ان شاء الله محلول. كل هو دولي ايه؟ ممكن تسكت شويه؟ ماشي. كل هو دولي ايه؟ عايزك تفوقي بس شويه كده. هي فين صاحبتك ساكنه فين؟ يا لهوي، هو بعيد قوي كده للدرجه دي ولا ايه؟ ازيك يا امل؟ اهلا يا طنط. ازيك؟ معلش يا بنتي احنا اسفين على الازعاج. لا طبعا مفيش ازعاج، اتفضلي. يلا يا ساره اطلعي العبي مع ليلى. ايه اللي حصل تاني يا امان؟ فهميني. هقول لك كل حاجه بعدين، استني بس. حماد اجدع سواق في مصر كلها. اتفضل يا استاذ حماد. تعيشي، ميرسي جدا خالص والله. حماده. ايوه حبيبي. تعالى يا حبيبي، عايزاك. اموري. انا متشكره قوي يا حبيبي على وقفتك جنب بنتي. ما تقوليش كده، ربنا يخليك يا ابني. الله يخليك، انا زي ابنك حاجه والله. امسك دول. ايه ده؟ امام باشا. ايوه يا حماده. تعالى شوف ماما بتعمل ايه، قولي لها حاجه والنبي. خدهم يا حماده، ما تتكسفش، خدهم. Salut toi, ça va?
Ça va. Tu penses à quoi? كنت جاي في خيالي حلاقي الناس الحلوة بتاع الزمان في مصر. لقيت ناس تانية خالص يا لوشين. خالص. كان عندك حق. كان عندك حق. أنا ما كانش لازم أجي مصر وأخد الشوك اللي أنا خدته ده. عايز أرجع باريس فوراً. يعني أنت موافق تسافر؟ immédiatement. Mais c'est génial. Alors je vais appeler pour réserver sur le premier vol à Paris. S'il vous plaît. وحط لها جهاز شنط فوراً. يلا. أستاذة نيفين. نيفين مين؟ شيرين. أستاذ نيفين ولد حضرتك الأستاذ سعيد كمال الرسام. طالب الأدوية دي. سعيد كمال مين؟ نجيب كمال. اتفضلي سعادتك الأدوية بتاعت والد حضرتك. آه للأنسولين. ميرسي جدا. أوكي تحت أمر. شكرا. هي مين دي؟ دي صاحبة الصيدلية اللي جبنا منها الأدوية. حمادة أنت فين؟ يعني سعادتك مسافر؟ مش طايق يا حماده، مش طايق السلبيات والتغييرات اللي حصلت في اخلاق الناس، مش طايقها. خساره. كنت طبعا انك تجيب لي تاشيره كده اسافر بلا بره. اشتغل اي شغلانه يعني، اعمل لي قرشين يبقى ليا قيمه وسط الناس. اعمل قرشين عشان القطه اللي انت بترمش لها طول الوقت في العربيه. انا ببقى قاعد ورا واخد بالي برضو. ايمان ها؟ انسى من ده يحصل. انا حته حماده ملوش قيمه. لا يا حماده لا لا، احلامك ممكن تحققها بالعمل ويبقى لك قيمه كبيره قوي بين الناس. انه ناس وانه قيمه. الناس اللي ساعدتك سايب البلد بسببهم وماشي، الناس دي قيمتهم راحت لما راحت احلامهم. زي تمام. ماليش قيمة. ماشية بيا، ماشية من غيري. حتة حمادة. زي كل الحمادة اللي في مصر. اللي ماشي في الشارع وكتفك بيحك فيهم. اللي بقى من كترهم بقى مرطرطين. لدرجة إنك مش شايفهم. بقوا صفر على الشمال. تعال معايا. تعالى معايا، تعالى. تعالى حمادة، تعالى. أنت قلت لي تحت إنك عايزني أعمل لك قيمة، مش كده؟ أيوه. أيوه قلت لك كده. واللي هتديهوني ده أنا هعتبره دين في رقبتي، أي حاجة هتديها لي. أنا هدي لك حاجة أكتر من كده بكتير. ده عشمي برضه. اقلع. ايه يا حاج؟ اقلع. قلع. ده الجملة صح بقى، اقلع ايه؟ اقلع عشان اعمل لك قيمة. اللهم لو قلت قيمة هتعمل فيها ايه؟ يوه يا لوجين، اديني شنطة الوشم اللي عندك. لوجين ايه؟ انت هتجيبها تتفرج عليا كمان؟ يا عمي افهمني. عمي ايه وجدي ايه يا باشا؟ يا لوجين فين الشنطة؟ هاتيها هنا، حطيها هنا. ادي الشنطة، ممكن تقولي هتعمل بيها ايه؟ هعمل حاجة تاريخية. أول لوحة يرسمها شريف كمال بعد سنين قضاها في باريس، أول لوحة في مصر على ظهر محمد حسين. هو أنت اتجننت يا شريف؟ جن لما يجننك. إيه؟ في إيه؟ هعمل كده يعني هعمل كده. اتفضلي حضرتك سافري، ولما توصلي باريس حضرتك تروحي تسألي المحامي بتاعي جون لوي اللي أنت عارفاه كويس، هكون قايل له على شوية حاجات هيبلغها لك. أنا هحجر عليك. اللي عايزة تعمليه أعمليه، يلا. أنت لعبت له بدماغه، ها؟ أنت اللي عملت كده. حاضر، انتوا الاثنين هتشوفوا والله. يلا يلا انا. حاضر يا باشا. فوق فوق فوق. حاضر، معلش انا عايز اراضيك خلاص. لا فوق. حاضر فوق بس. حاضر حاضر. حاتم انت فين؟ تعالى في مصيبه. ساعه ساعه ايه؟ سيب اللي في ايدك وتيجي فورا. Thank you.
الله على شغلك يا شريف يا كمال يا فنان يا عالمي. خلصت ولا ايه؟ انت بتصورني هتاخدها زله ولا ايه يا باشا؟ بصورك علشان خاطر تتفرج وتشوف الجمال اللي اتعمل لك. طب ما انا هنا المرايه على الباب هنا بص عليها. بص كده شوف راسم ايه. ياه خمس ساعات فحطتني. لا 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 ده شغل هايل. ايه ده بقى؟ ده النيل ده ها؟ ده ساب لي النيل؟ انت مش كنت بتقول انك عايز يبقى لك قيمه؟ اي تاشيره اي فيزا اجيب قرشين. لا تاشيره ايه يا حبيبي؟ انت مش حاسس بالقيمه الكبيره اللي انت فيها دلوقتي. انت دلوقتي دخلت التاريخ. ليه بقى ان شاء الله؟ انت على ظهرك كنز. مليون واحد هيجي لك من جميع انحاء العالم عشان يتفرج على الرسم ده، وانت بقى تبقى قاعد وتطلب فلوس للي عايز يتفرج، للي عايز يشوف الرسم بالعمله الصعبه يا حبيبي. وانت سعادتك قلت لي اخر لوحه بقتها بكام؟ 35 مليون. 35 مليون دولار؟ لا والله. يعني انا الوقت ماشي على ظهري ده 35 مليون دولار؟ ده كان من خمس سنين، دلوقتي انت ماشي وعلى ظهرك 75 مليون دولار. ده كده اوعى اوعى العو حضر. علينا بقولك ايه؟ جزء شريف أمانة ديت لازم تختفي من هنا من الاوتيل. طب ازاي؟ معرفش انا اتصرف. طب اتصرف بسرعة. انا عايزك تهتم بصحتك يا سعيد، انت فنان عالمي. عالمي مين؟ ده محلي. يا ما انت كريم يا رب، انا هوصلك لغاية العربية. كده كده امشي. أنا مش محمد حسين. برضه هتوه. أنا ابن أخت محمد حسين. هتوه. أنتوا بتوع الضرائب العقارية ولا بتوع إيه؟ وصل على قد الطريق. أنا هقول لحضرتك على حاجة. حمادة. محمد حسين. يا حمادة. والله أيوه يا حمادة. أنا مش عارفة أنت واخدينك على فين. والله ما عارف، أنا عمال أسأله برضك مش عايز يرد عليا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا رايح الأردن. لا إله إلا الله. على كل حاجة. والله أنا ما أعرفش مين محمد حسين. ايوه يا منى بحبك قد البحر. ويا ناقصه غرق. يا لا ناقصه غرق. انا اوقعك بالقانون يا حماده. يا عم الحرام يلا يخرب بيت حياتك. اتصرف مش هتسيبك. حبيبي يا منى انا مش قادر اعمله. يا حماده انا ما اعرفش محمد حسين. طب ده ايه؟ دمه ده ضايع عشان المرور؟ انت اسمك ايه يالا؟ محمد حسين يا باشا. وفي خليك معانا مع حضرتك يا ريس. محمد حسين اتفضل. انت امبارح كنت مع المرحوم شريف بيه بالليل. شريف بالليل مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. شريف بالليل ولا شريف الظهر؟ انت كنت مع المرحوم شريف بيه كمال بالليل. مرحوم شريف كمال هو مات؟ لا اله الا الله، والله ما اعرف. ايوه مات. اسمع يالا،
بقول لك ايه، انت كل كلامك كده شكله شمال لفوق. لفوق ايه؟ عريق. الله الله الله، هي دي؟ ايوه هي دي اللوحه. لوحه ايه سعادتك؟ ده ظهري. الانسه بتتهمك انك سرقت اخر لوحه لوالدها. لوحه ايه سعادتك؟ بقول لك ده ظهري، حسره ظهري واجري مني. تقدر تثبت ان الرسم اللي على ظهري؟ اثبات ايه اللي على ظهري سعادتك؟ سعادتك عندك اثبات ان ظهري ده مش ملكي؟ عندك سند ملكيه بالكلام اللي بتقوله ده؟ ايه اللي معايا سند؟ يعني اعمل ايه؟ اطلع الشهر العقاري واسجل ظهري ويا ترى هيدوني الخدمه في اي حته؟ اغلق المحضر بعد اثبات ما تقدم ويعرض على وكيل النائب العام. اوامر معاليك. ايوه يا باشا، والله ده كريم جدا، ده ادى لكل واحد 200 جنيه عشان نوصله بره. ايوه صح، ادانا 300 جنيه. موكلة يا فندم الانسه لوجين بتتهم المدى ومحمد حسين بسرقه لوحه المرحوم شريف كمال. يعني مش فاهم انا، يعني انا خلاص سبتت عليا كده ظهري بقى لوحه؟ اسكت انت، هو مش في محامي بيتكلم عنك؟ ده يا فندم عقد احتكار مقدمه الانسه لوجين موكلتي بكل اعمال المرحوم شريف كمال، وبهذا العقد يا فندم تقول كل الملكيه لاعماله الفنيه تلقائيا لموكلتي بما فيهم اللوحه المرسومه على ظهر الاستاذ. يعني كده خلاص؟ خلاص سبتت؟ اكيد يا فندم محمد حسين مش هيجبر يعني المرحوم شريف كمال انه يرسم اللوحه على ظهره، خصوصا يعني ان المرحوم كان بيحبه جدا، انا شفت ده بعيني. حماده انسان طيب جدا يا فندم، من ساعه ما شفته وانا مش مستريحاله خالص، وانا مش هستغنى عن اللوحه دي ابدا. مع كل احترامي للاستاذ انا اسف، انا بمثل السفاره الفرنسيه، يعني السفاره مكان شريف كمال، واحنا بنطالب اللوحه كسفاره مش افراد. واحنا موافقين يا باشا، خدوها بس من غير نقطه دم واحده. يمضي تعهد على نفسه بعدم اتلاف اللوحه بدون اي خربوش على ظهره. يا سلام يا باشا، يعني امضي على ظهري ان هو يبقى في عهدتي، ظهري يبقى في عهدتي، يعني لو طلعت لي فسفوسه في ظهري يبقى انا اتلفت العهده، اللوحه بقى قللت باظت. محمد حسين، اوامر سعادتك. عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ ولو قلت هيفيد بيه؟ انا قلتها للمرحوم قبل ما يموت، قلت له انا حته حماده، حته حماده. قال لي تعال اعمل لك قيمه، ورسم لي نيل والهرم على ظهري والخواجات، مش شايفين ان ده ظهري وشايفينه لوحه. قول لي بالله عليك انت اعمل ايه؟ اديهم ظهري؟ طب انا هتسند على ايه؟ يفرج عن المتهم محمد حسين بضمان محل اقامته ما لم يكن مطلوب على ذمه قضايا اخرى. استاذه ايمان. ايوه. انا لقيت الكاميرا دي في سويت مستر شريف الله يرحمه. طب روحي انت. انا مش قادره افهم ازاي واحد حرامي ما يتحبسش، ده على الاقل الواحد كان ضامن حق التحافظ عليه وعلى اللوحه. لو كنا عايزين نخلص منه كان سهل، بلاغ وناكد عليه، لكن لما يكون بره هيبقى عندنا 100 حل وحل وهيبقى قدام عينينا. بس التحقيقات دي تقدري تقولي عليها قرصة ودان لحماده عشان يجي لنا مستسلم خالص. كان كله حلو بس فجأة قلب زفت لما مسك علينا شرط ان ظهره يبقى في عهدته. الفلوس بتحل كل حاجه، اللي زي دول لو شافوا الدولار يبيعوا نفسهم مش ظهرهم. الله يخرب بيتك، وديتي نفسك في داهيه. بتفكر في ايه؟ دي تاني مرة تتفرج عليها. سلمها يا حمادة، دي جريمة قتل. ايه دي شوية أرجوك، يا سلم ايه؟ ايه اللي سلمها؟ الكاميرا طبعا. ما ينفعش، ما ينفعش أسلمها. عايز أفهم، عايز أفهم ومحتاج شوية وقت. امسك يا إسماعيل. أيوة. الكاميرا دي تشيلها، سيبيني أنا عارف أعمل إيه. دي على السلامة حمادة. الله يسلمك. على السلامة حمادة. الله يسلمك اسماعيل. ولو اني مش فاهمك. مش فاهم ايه؟
كنت سلمت الكاميرا للحكومة وحبستهم وخلص. لا بنحبس مين يا ابني؟ الله العظيم الناس دي ما بتتحبس، دول عايزين ياخدوا ظهري. عارف يعني ايه عايزين ياخدوا ظهري؟ كنت سوهم على الكاميرا. يا انت حمار، انت عارف معنى اني سوهم يعني ايه؟ انا بسلم لهم رقبتي تحت رجليهم، بقول لهم اتفضلوا على طبق من فضه. دي واحده قتلت ابوها بايديها هي واللي معاها، مين بقى يحافظ معاهم على العهد ولا هم يحافظوا على العهد مع مين؟ لا مش هسيبهم بصراحه. حماده بصراحه انا ما بقتش فاهمك، انا عايز اعرف دماغك فيها ايه. دماغي فيها جل جل. ولا اقول لك ايه، دماغي فيها فكر. هنا في فكر يا اسماعيل. اسماعيل حماده ابن خالتي، انا شامم ريحه عوق جاي من ناحيه حاتم بتاع السفاره وحمود ابو سعد. ايه اللي انت بتقوله ده يا اسماعيل؟ سلام يا باشا، سلام سعادتك. طب بقول لك ايه؟ انت لقيت حموده قدامك؟ ايوه حاتم لسه ماشي وحموده واقف قدامه اهو. خش عليه بالتليفون وقول له حماده عايزك. حاضر. أنا يا عم شكري. مين؟ أنا عم شكري، أنت متراقب ولا إيه؟ أنا. أنت مين؟ محمد حسين. محمد وحسين؟ محمد وحسين إيه؟ وأنا جاي أجيب بزازات. محمد حسين جارك. إيه؟ أهلاً 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 يا حمادة. إزيك عم شكري؟ إزيك يا حمادة، إزيك؟ تعال اتفضل اتفضل. أنا جاي لك في أوردر. مين المخرج؟ أنا ما اشتغلش أقل من شريف عرفة. شريف عرفة مين؟ إيه يا عم شكري؟ ده أنت آخر مخرج اشتغلت معاه بنيلو مقام دلوقتي على الشارع. اسمعني بس، انا جاي لك في اوردر دور فرصة عمرك. صامت ولا متكلم؟ الاثنين. هتبقى متكلم وتصمت. هضرب ولا هنضرب؟ هتضرب وضرب جامد. بس على فكرة انت عندك حق، صعب جدا ان حد يقولك ان ظهرك مالكش حكم عليه وبرضه في الاخر ده ظهرك، هتدولها ازاي كده ولا ايه؟ اديك انت قلتها. وحتى لو بالفرض، اول فرض ان انا اديتها ظهري، وده من رابع المستحيلات واستحالة يحصل. افتكر مين يشتري لوحه على جلد بني ادم؟ مين يشتري القرف ده يا راجل؟ لا من ناحيه يشتروا ويشتروا، انت النهارده معاك اللوحه الاخيره لفنان عالمي. لا اله الا الله، ما انا قلت لك ده ظهري مش لوحه. اسمع بس يا حماده، النهارده في دكاتره المشرط بتاعهم بيخلي العجوزه صبيه، واحنا هنعمل لك عمليه تجميل في ظهرك والموضوع خلص، وهندي لك في ايديك 1,000,000 جنيه. ما ببيعش ظهري. بس في ناس بتبيع كليتها. معاك وبيعيشوا بس بيرهنوا على بقيه عمرهم. بس تفتكر بقى لو واحد منهم كليته اللي فاضله دي باظت خسرت، تفتكر ان في حد اهبل هيرضى يديهم كليته؟ حاتم باشا، انا صحيح محتاج بس عايش مش ميت، وضهري ده هو اللي معيشني. مش هقدر ابقى اقولكم عشان مش عايز اعيش مكسور العمر كله. بعد اذنك. اركب ما تتقلع. عملتها حاتم ابو هدان؟ عملتها حاتم؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ حمودة الغبي. قالوا يا حموده احنا اتفقنا انه يتخطف يوم المؤتمر مش النهارده يا غبي. معلش يا تيمو، حصل تغيير في الخطه. انت مين وفين حموده ابو سعده؟ يا حبيبي حموده ابو سعده ده صبي من صبياني، وانت اتفقت معاه من ورايا، ومع ذلك يا حبيبي مستعد اتفق معاك من جديد. ما انت اتفقت مع الشخص الغلط على خطف حماده مش كده؟ ماشي نتفق تاني. اقدر فيك كفايه. اتفضل يا حاتم بيه، اقدم لك حموده الخاين عشان بس تعرف مين المعلم
ومن كلب المعلم. بلاش الحركة دي يا معلم، خلينا في دي. تبعني هلا، تبعني ب50,000 جنيه يا معفن يا نتن. أمال أبيعك بكام؟ خلاص كده كفاية يا معلم. ريحوه. لا لا يا معلم، ريحوه إيه يا معلم؟ لا يا معلم، أنا الصبي بتاعك. يلا يا معلم، أنا الراجل بتاعك، حرام عليك. لا بلاش يريحوني. لا تشرب يا حاتم بيه. لا ميرسي، لسه شارب. شوف يا حاتم بيه، طول ما انت تحت طوعي سرك كبير ومحدش يعرف اي حاجه عن اتفاقنا، وانا لسه لوجينا مش هتعرف اي حاجه، وادي انت كمان تلهف لك منها يا رشين. ايوه بس انا متفق مع حموده ب50,000 جنيه، انا ممكن ادي لك 100,000 جنيه، يعني الدبل. يا حاتم بيه، حموده خلاص، انا خاطف واحد واطلب اللي انا عايزه. هتحضر فلوسك، هيبقى الواد قدام عينيك. ايوه بس المبلغ كام؟ استنى مني تليفون وتعرف كل حاجه. طب وانت عرفت روجينا منين؟ مش شغلك يا حاتم، نفذ. يعني احنا نخرجه من السجن عشان يبقى قدام عينينا ويبقى فيه قدامنا 100,000 حل وحل، تروح تاخده مني ويتخطف منك زي العيال الصغيره؟ تقدر تقول لي ايه اللي وصل الموضوع لكده؟ الموضوع وصل لكده عشان قلت لك بلاش تصوري اللوحه. اكيد اللوحه اتسربت، وفي 100 عين ورا اللوحه الاخيره شريف كمال. طب اتصرف، حلها. مش انت بتقبض عشان كده؟ انا مش هرجع مليم لحد، والفلوس لسه جايه، واللي جاي كتير يا حاتم. ورغم كده انا هزود لك نسبتك، هديك 4 مليون دولار بدل 2 مليون دولار. 4 مليون دولار هجيبه من بطن الحوت. الو. ايوه مستر حاتم. في ناس تحت جايين بخصوص حماده. حمادة فين يا بيه؟ حمادة فين؟ ايه ده؟ يا حمادة فين يا بيه؟ حمادة ايه؟ حمادة هنسألكوا حمادة فين؟ يا ست هانت، حمادة فين؟ الله يكرمك. ايه يا أنسة إيمان؟ مين دول؟ وبعدين احنا ما نعرفش حمادة فين زيكم بالظبط. حمادة بتتصل. هو فين؟ يا حمادة أنت فين؟ ده مش حمادة، أنت مين يا عم أنت؟ ده بيقول لي افتح السبيكر. سبيكر إيه؟ هات ده. هات انت ده تليفوني وهفتح السبيكر. ها عايز حد كبير اكلمه. حماده فين يا بيه؟ الله ربنا يكرمك. لو سمحت يا ست انتي اهدي بقى عشان نفهم. مني انا خطيبته ومراته وقريب فتح. هات ده خليه معايا. انت مين يا ابني؟ حماده بتاعكوا ده اقدر اشفيه وابيع الكنز اللي على ظهره، بس قلت ارجع لكم الاول قبل ما اي حد غيركم يعلي الساعه عليكم في ظهر محمد يزيد. والبركه في الانسه لوجين سواقه اللوحه و1000 مين يشتري ظهر حماده. طلباتك 5 مليون اخضر. بس ده كتير. في غيرك جاهز؟ نفذ يا حاتم، والا هنفذ مع الانسه لوجين. موافقه. فين وامتى يا حبيبي؟ يا حماده ايه حرقه الاعصاب دي؟ هو اتاخر كده ليه؟ اتقال يا لوجين الموضوع مش سهل. الو. في واحد رسول من طرفي معاده معاك دلوقتي، اسمع منه ونفذ. اسمع مني ونفذ. شايفين الفيديو ده؟ لسه متصور قبل ما اجي على طول، يعني اللوحه لحد دلوقتي في امان. بس بالاصول، واحنا معاك في اي حاجه. بالظبط. ودلوقتي قبل كمان شويه ال5 مليون اخضر. فين الفلوس؟ اديك تام ومحمد حسين عندكم. عندنا فين؟ انت هتستهبل؟ استهبل؟ لا بجد، محمد حسين في الاوضه دي. محمد حسين جوه. هو كويس؟ اه بس نايم بيشخر. مسكين، تلاقيه سهران من امبارح. انت قلت لي بقى انت عاوز الفلوس؟ شكلك كده ما تعرفنيش ولا سمعت عني. انا لو قفلت عضلات صدري على المسدس بتاعك ده هكسرهولك، بس انا مش هستعمل معاك العضلات والعافيه ولا هرفع ايدي. هستعمل معاك العقل والحكمه والتكنولوجيا. اوبشن يعني. ممكن تسمح لي احط ايدي في جيبي؟ اتفضل.
ده ايه ده؟ الاوبشن. انا اصلي اشتركت بباقة جديدة اسمها انسف نفسك بنفسك. بوم! ما تخافوش، بس بتكة واحدة على الريموت ده محمد حسين هيتفجر. يعني اللوحة بح كده، العد بدأ. البتاع ده موجود يا حاتم، وفعلا العد بدأ. ها ديل أرنو ديل. ما تديني فلوس يا حاتم، مستني ايه؟ استنى هنا، اديني الباسورد. الرقم السري رقم بطاقة محمد حسين، هتلاقيها في جيبه. اجري. بسرعة. يلا سيبه. 2-9-0-1-1-4-5-3-0-0-4-8-9. ما ينفعش كده يا فندم. على تليفون حماده من نفس الاشخاص بيقولوا ان محمد حسين عندكم وان انتوا خاطفينه. ما حصلش، واختفوا ليه؟ ما اعرفش. يا لهو يا لهو. ايه ده؟ ايه اللي عملتوه ابن خالته الموكلي ده؟ ده تعدى على بنود العهد اللي بيننا وناس بتتصل بينا وشغل عصابات وشغل هلعهوش. انا هجيب حقه بالقانون، بالقانون. اهدى بس يا متر. ما بهداش، انا بترافع بس. في سوء تفاهم ولازم تفهم، احنا هنخطفه ليه؟ ده حسام. ايه ده؟ ده حسام لازم ولا الحزام الاخضر؟ يلا بينا. يلا بينا وبينكم معاكم القانون، وخلي بالك من النور يا صغنون. يلا يا لهوي. انا واصحابه. اصحابه يا حزين. تأمرني بأي حاجة يا فندم؟ تأمريني بأي حاجة يا أستاذة؟ أنا طبعاً مش هبلغ الأوتيل باللي بيحصل عشان سمعة الأوتيل. اهدي شويه، اهدي. ايوه. ايه مش هتقولي اتفضل ولا ايه؟ ده حتى الناس بتقول عليك انك ابن بلد. اتفضل يا باشا. مفيش غدا. اوكي، نقعد فين؟ بلكونه، عشان حاسس ان الكلام هيبقى دمه تقيل ويخنق. اتفضل يا باشا. يلا باشا، انت هتشتري الشقة ولا ايه؟ بص يا حاتم باشا، أنا عارف إن خطفك ليا من الناس تبعك بتوريني وبتورس عليا إن أنت ممكن تعمل الكتير. اسمعني بس يا حمادة. أوه. إقامة كاملة فول بورد في الأوتيل اللي أنت كنت شغال فيه، هتبقى باشا فيه، هندلعك من الآخر. كل طلباتك هتكون مجابة مقابل شوية صور كده عشان نعمل دعاية حلوة للوحة، وهنلف العالم. تصور الملايين اللي جاية عشان تشوف اللوحة الأخيرة للفنان الراحل شريف كمال. يعني معارض وصالونات، وطبعا هينوبك في الحب جانب. ها قلت ايه؟ لا لا، حفلة وبس. أحضر الحفلة وبس، إنما لف وكلام فاضي والدربكة بتاعت النافوخ دي أنا مش موافق عليها. موافق على كده؟ ده أنا مش عارف آخد حقي منك هنا. عايز ناخده منك لما أسافر بره؟ أنت بتهزر ولا إيه؟ الحفلة وبس. اتفقنا، احضر الحفلة وبعديها نحضر. تحضير إيه؟ هتعمل حفلة زهر قبلها ولا إيه؟ لا تحضير يعني انترفيوهات وصحافة. ماشي، إذا كان كده ماشي موافق. نزلوني فين بقى؟ في أي أوضة في الأوتيل. سويت، أنا عايز سويت زي بتاع شريف كمال الله يرحمه، بس مش اللي كان هو مات فيه.
خلصنا بقى يا باشا بقى. عايز اخش الحمام مزنوق انا. انت بتقوله ده؟ مزنوق. امسك نفسك. امسك نفسي. خلصونا بقى حاتم باشا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عايز اخش الحمام انا. ما ينفعش. اهلا. هلو هلو. ممكن نتفاهم؟ ماشي. بص بقى، انا بفكرك احنا بينا اتفاق، وعد الحر دم ودين. هتقعد معاه وهتتفاهموا. اتفقتوا؟ كان بيها. ما اتفقتوش ورفضتك وفكرت تعمل اي بونت، انا اللي هقفلك. اتفقنا؟ وعد يا حماده. استاذ ايمان، انا جنبك على الترابيزه هنا، اي حاجه رنيلي. نعم. من فضلك سامحيني. يعني لو سمحتك هتفرق معاك؟ يا ايمان، دي تفرق كتير. ما فرقتش ليه وانت نايم في حضن واحده تانيه؟ وانت بتبعت لي رسائل عن الحب والغرام والعشره والمستقبل، وان انت هتكوني اعظم ام في الدنيا، وانت اعظم اب في الدنيا، وسنتين ثلاثه الاقيك مع واحده تانيه. عشان ايه؟ عشان الفلوس. انا لما شفتك ما صدقتش، حسيت ان عيلتي كلها ماتت، وفي لحظتها حسيت بليوتو. لو انت في مكاني هتعمل ايه؟ هي حاتم، ايه الاخبار؟ كله زي الفل. الجراح والمساعدين بتوعه موجودين في السويت، وحاجز على حسابه زي ما احنا متفقين بالظبط، والمشرط في ايديه، بس مستنيين حماده يخش السويت. طب هو فين دلوقتي؟ مع حبيبه القلب. هو ده وقت الكلام ده؟ انا رايحه له بنفسي. خليك انت هنا. يلا. معلش انا اسفه على الازعاج. يلا فاضل لك 40 دقيقه هتطلع على المنصه قدام الناس. يلا جهز. اتفضل. اهي استاذ منال. اهي مساء الخير يا فندم. استاذ محمد حسين ساب لك الظرف ده. طيب ميرسي. ايمان، دي ورقه من رفيق بالتنازل عن حضانه البنت مقابل 1,000,000 جنيه، وعندك الإيصال بتاعه. مبروك عليكي. ميدامز ميسيو بونجور. بما اني في مصر اسمحوا لي ارحب بالمدعوين اللي من مصر واللي من فرنسا الوطن الام. بيشرفني طبعا النهارده اني اقدم لكم اخر لوحات العالمي شريف كمال. الموديل اللي انتوا هتشوفوه هو عباره عن لوحه حيه ماشيه على رجليها. أنا مش هتكلم كلام مؤتمرات، مش هحكي في المحكي. أنا بس في مثل صغير كده عايز أقوله. مثل كان بيقول اللي ليه ظهر ما بيضربش على بطنه، وأنا زمان ما كانش ليا ظهر، كنت بضرب كتير على بطني.
لحد ما قابلت الحاج الشريف كمال اللي تعالى هعمل لك قيمه وراح راسم لي اللوحه دي. الانسه ليجين بتقول ان هي الوريثه الوحيده للوحه اللي موجوده على ظهري، والسفاره الفرنساوي بتقول لك انه ده تراث فرنساوي. تراث فرنساوي يعني ايه؟ مش فاهم انا. انا طب يعني انا عايز افهم يعني معلش يعني هي هو يعني تراث فرنساوي زي النيل وهرب ازاي؟ ها هو فرنسا فيها نيل فيها هرم؟ هنهجس على بعض ولا ايه؟ النيل والهرم وابو الهول عندنا احنا بس ومش للبيع. تاريخنا مش للبيع، حضارتنا مش للبيع، ظهر محمد حسين مش للبيع. مش حسيبك مني تقلي اوعى العو حضر مفيش تاني معلش ولا انا العو 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 مشينا على رجلنا ما نفعش قلنا باع احنا ما بنبيعش الجدع عمره ما بيخاف الرجوله مش هزك دام الجدع عمره ما بيخاف الرجوله مش هزك دام لا 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 هدول يا ملكيش حق كله يركد كده مع كله واللي شايف نفسه هقول له تاني خالص غير اللي انتوا تعرفوه اللي دنيا جت عليه والحبايب جرحوه كفايه كده بعد انتوا فكرتوا كل قرد يلزم شكرتوا كفايه بقى بعد انتوا فكرتوا كل قرد يلزم شكرتوا يا اللي نحن حتن نحنيحه وكركب كل مرجيحه يا اللي نحن حتن نحنيحه فكر انا ركب كل مرجيحه نطلع فوق ننزل تحت نطلع فوق مش حسيبك مني تقلي اوعى العو حضر مفيش تاني معلش ولا انا العو العو